ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انت وانتي وكل واحد قاعد دلوقتي في البيت عمال يقول انا زهقان خالص، انا مش عارف اعمل حاجة، انا خلاص ما بقاش في حاجة اعملها في وسط الحظر والجو والدوشة دي، ومحدش قادر ينزل ويطلع، انا ما بقاش عندي لا شغلة ولا مشغلة. انا عايزة اقولك ان الكلام ده غلط خالص. انت عندك شغلانة مهمة جدا 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 لازم تقوم تعملها، انت لازم تقوم تأسس حمد. على فكرة تأسس حمد دي مش مجرد اسم الحملة اللي احنا عاملينها في البرنامج، دي الشغلانة بتاعتك. يعني ايه تأسس حمد؟ يعني تبني. تأسس يعني تبني، يعني تبني أسوار التسبيح بتاعتك. بصوا، لما بنبني أسوار التسبيح بتاعتنا احنا بنحط حدود لإبليس، لما يجي كده يخوفنا ويرمي علينا مخاوف احنا نقعد بقى ايه؟ نبني أسوار التسبيح بتاعتنا، يعني نطلع تسبيح من بقنا ونقعد نقول كده ونقول صفات ربنا بصوت عالي. فلما هو يجي كده عليا عشان يرمي عليا خوف أنا أعود أقول إيه؟ إلهي قدير، إلهي بيحبني، إلهي أمين. أو لما يجي كده يرمي عليا مرض أقعد أقول بصوت عالي إلهي اسمه يهوى رافا، يعني إلهي بيشفيني. كل ما يجي يحدف عليا طالما انا باني اسوار التسبيح دي مش هيعرف يدخل لاني عملت له حدود. هي دي الشغلانه بتاعتي. انا عايزه اقول لك على حاجه كمان، انت مش بس ينفع تبني اسوار تسبيح عن نفسك يعني حياتك، لكن ينفع كمان تبني اسوار تسبيح عن عيلتك. عايزه اقول لكم على حاجه اجمل كمان، لو ناس كتير عملت كده وقعدنا نبني اسوار تسبيح احنا هنحط لابليس حدود على بلدنا كلها، كل بلدنا. كل ما يجي يرمي خوف على بلدنا، وفي ناس كتير قوي بني الاسوار دي وعماله تطلع من بقها كلمات تسبيح وكلمات حمد وتعلن كده صفات ربنا بصوت عالي، ابليس كده هيقف عند حدوده. انا عايزه اعرفكم النهارده على واحد خبير في الشغلانه دي، شغلانه الحمد والتسبيح دي، بس هعرفكم عليه بعد ما نسمع الايه بتاعتنا لانه هو اللي كتبها. تعالوا نطلع نسمع الايه ونرجع نتعرف عليه. بارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. مزمور 34:1. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. الآية دي في مزمور 34 وعدد 1، تعالوا نقولها كلنا مع بعض. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. برافو عليكم. الآية دي اللي قالها داود، أيوة داود اللي احنا كنا عمالين نسمع وناس كتير قوي من اللي اتصلوا كانوا بيقولوا عليه. داود ده بقى خبير مهم جدا في شغلانة التسبيح دي، ولأنه هو كان عارف أهمية الشغلانة دي بيقول كده زي ما هو بيقول في الآية بتاعت النهاردة، دائما تسبيحه في فمي. يعني لأنه كان متأكد أن الشغلانة دي مهمة ولأن هي فعلا بتحط حدود لإبليس كان بيعملها على طول على طول طول الوقت طول الوقت، لأنه عارف أنها شغلانة مهمة. أنا عايزة كمان أحكي لكم على الظروف اللي داود قال فيها الآية دي. ما كانتش ظروف سهلة خالص على فكرة، وكان قاعد كده مبسوط عمال يقول أبارك الرب كل، لا 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 خالص. داود في الآية دي بالذات، وعلى فكرة ده مكتوب فوق المزمور، كان بيمر بوقت رهيب صعب من كل ناحية. كان ملك شاول بيجري وراه وبيفتش عليه في كل حتة عايز يموته بأي شكل، لأنه كان خايف منه ياخد الملك، كان خايف أنه ياخد الملك منه، فكان قالب الدنيا عليه. يعني في الوقت اللي داود كان عمال يفتح بقه ويقول الكلام ده كان أكتر وقت هو مهدد فيه بالموت والخطر من كل حتة، وكان هربان. وقت ما هو هربان كده وإبليس بيرمي عليه بالخوف، بدل ما يخاف هو كان بيعمل الشغلانة بتاعته. كان بيعمل ايه؟ كان بيقعد يسبح ويقول يا رب احبك يا رب يا قوتي، انا بحبك لان انت بتحبني جدا، لان انت قوتي، انت حمايتي، انت الهي القدير اللي معايا في كل حتة. داود كان طول الوقت عمال يعمل كده، كان طول الوقت عمال يعمل كده. انا عايزة اقول لكم على حاجة، شغلانة التسبيح دي
مش بس بتاعت اليومين دول، يعني مش بتاعت اليومين اللي احنا مزنوقين فيهم بسبب الكورونا والكلام ده، لا 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 لا، انا عايزه اقول لك ان دي شغلانتك طول الوقت، طول الوقت لازم تشتغل الشغلانه دي. لو انت مش عايز ابليس يتسرسب كده لبيتك ولحياتك ولبلدك، انت محتاج ان انت تفتكر زي داود كده ما بيقول ان انت تسبحه، ان انت تسبح ربنا وبقك يتملي بالتسبيح دايما، يعني كل حين، يعني طول اليوم. عايزه قوي افكركم بالموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا يا جماعه، هو اللي هيحط الابليس حدود، هو اللي هيحط ابليس حدود على حياتنا وعلى بيتنا وعلى بلدنا كلها. تعالوا نصلي الصلاه دي مع بعض، تعالوا نصلي واحنا بنفتكر كلام داود انه احنا محتاجين نعمل كده على طول. تعالوا نصليها مع سماسيمو، تعالي يا سماسيمو. عايزين كده نصلي ونقول له رب انا عايز بقي يبقى مليان بتسبيحك طول الوقت علشان ابليس ما يعرفش يعدي الاسوار بتاعتي. يلا يا رب انا بصلي يا رب ان نحط يا رب الابليس حدود يا رب، ونأسس حمد يا رب. يا رب انا بصلي يا رب ان احنا ما نخافش من اي حاجه، حتى في الوقت الصعب، حتى في وقت ان حوالينا ريحه الموت وريحه الخوف ووقت صعب، لكن لازم يبقى عندنا سلام يا رب. يا رب انا بصلي ان احنا نأسس حمد يا رب. امين امين. يلا نقولها تاني مع بعض، ابارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. نقولها تاني، ابارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. خليك فاكر الشغلانه المهمه جدا بتاعتك اللي هتاثر في حياتك وفي حياه كل بلدك. تعالوا نطلع نسمعها مره كمان. أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. مزمور 34:1.